ثلاث غرف وصالون. أوف أوف أوف، وليش 15,000؟ ثلاث غرف ما بيقدونا، بدنا غرفة لمراد ولفطمة. يا ريت نلاقي لنا بيت يكون كبير وإله جنينة. معناتها خلينا ناخد بيت يكون من طابقي. أنا ما قصدت أغلط بحق أمك، لأنه أمي متوفية، لهيك أنا مستحيل أغلط بحق حدا ميت ولو شو ما كان. بس أنا عصبت منك، مو بس عصبت كمان مقهورة. بعرف ما كان قصدي أغلط بأمك أو أبوك، فهمت شو بقصد؟ طبعاً فهمت.
Thank you.